بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن جهاز من أجهزتنا المعروفة في السوق المصري، والجهاز اللي دايما متحدث باستمرار واللي دايما عليه طلب من الجميع. جهازنا هو جهاز ستار نت كاريوكي الجولد، ستار نت كاريوكي اس اي او الجولد في الصورة الجديدة للكاريوكي. طبعا كان عندنا ستار نت كاريوكي في اول ما طلع كان الجهاز دوت الجهاز الاسود. الجهاز الاسود كان فيه امكانيات وبث ارض رقمي و2 جيجا رام، وفي نفس الوقت فلاش 16، وكانت الدنيا فيه زي الفل. ونزل عليه بعض التحديثات، وكانت دايما بدايتنا مع سوفت 301. الجهاز بتاعنا النهاردة اللي بنتكلم عنه واللي عارفينه في السوق من حوالي 4 أو 5 شهور، جهازنا ستار نت كاريوكي اس اي او كاريوكي الجولد او الذهبي، الاسم الدارج ليه في السوق المصري. ستار نت كاريوكي او الجولد جهاز 2 جيجا رام، معالج 2517، وكان دايما كاريوكي هو بداية ال 2517 بالنسبة لمعالجات مصنع فانيلا واجهزة السان بلس. 2517 دي المطور هو المعالج بتاعنا، والمعالج بعد كده نزل على اجهزة كتير واجهزة اقل او اكتر، بس كان الكاريوكي معروف ان هو السمة الرئيسية ليه هو المعالج والرامات وفي نفس الوقت السيرفرات. كمان الجهاز بيدعم بث ارضي رقمي، الناس اللي غاوية البث الارضي الرقمي عشان اون تايم سبورت الارضية موجود عليه بث ارضي رقمي احترافي، وشرحناه كتير في اكتر من فيديو على قناة الشروحات الخاصة بينا اشرف القاضي ستورز. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الامكانيات والفروقات اللي ما بين الكاريوكي القديم والكاريوكي الجديد. طبعا الكاريوكي الجديد بيتفوق في امكانيات جديده. احنا عندنا الكاريوكي الجديد يا جماعه اصبح يعني في كميه السيرفرات عليه حدث ولا حرج، بقى جهاز للزمن. للزمن يعني هاته وانسى انك تفكر انك تجدد اشتراكات تاني. احنا عندنا الكيوت اصبح 10 سنين، عندنا الهاها اصبح 10 سنين، غير منصات بقى الصف الاول النوفا عندك بقى سنتين في الجهاز دوت. عندنا 10 منصات اي بي تي في، 10 منصات مشاهدة عبر الانترنت، فطبعا يعني عدد كبير جدا وقتهم بسم الله ما شاء الله طويل جدا. كان في الاصدار الاسود او الاصدار القديم او البلاك القديم، الاصدار القديم كان كل السيرفرات على بعضها تقريبا كانوا 10 سنين. احنا هنا عندنا ما شاء الله حدث ولا حرج، عندنا عدد سنين كتير قوي حتى مش عارف اعده، مش عارف احسبه، خصوصا بعد ان الشركه عملت زي يعني نوع من السوفونير كده بالنسبه للعملاء الكيوت والهاها، تم دعمهم من الشركه لمده 10 سنوات كل سيرفر، بقى يديك 10 سنين حقيقيه. غير النوفا اصبح سنتين، والنوفا طبعا نوفا الماستر البلس الفي 2 الاصلي اصبح سنتين، عندك 24 شهر، وكمان عندك سيرفر مافن المخضرم الجديد برضو لمده سنه، وعندك سيرفر ميجا الدبابه نزل على الجهاز ده لمده سنه. طبعا السيرفر دي ما كانتش موجوده على الجهاز اللي هو الاسود، موجوده على جهازنا الذهبي او الجولد او الاس اي كاريوكي اس اي فقط. عندنا كمان سيرفرات كتير، عندنا سيرفر اكس طبعا اي بي، وكان بدايه نزوله في شركه ستار نت واجهزه ستار نت كان على جهازنا ستار نت كاريوكي اس اي. عندنا اكس لمده سيرفر اكس لمده سنه 12 شهر، عندنا سيرفر مارفل لمده سنه 12 شهر، عندنا سيرفر فورس لمده 3 سنين، عندنا سيرفر دراجون لمده سنتين، عندنا سيرفر هاها 10، عندنا كيوت 10، عندنا سيرفر بازوكا الجديد برضو واول اصدار نزل على الكاريوكي نفس الجهاز ده نزل عليه مده سنه. فعندنا 10 سيرفرات او 10 منصات مشاهده بيدونا كمية سنين كتير قوي 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 بسم الله ما شاء الله. ده بالنسبة لسيرفرات الاي بي تي في والمنصات الموجودة. ممكن اكون نسيت بعض المنصات عذرا، الواحد دماغه الهارد مليان زي ما بيقولوا، الحمد لله رب العالمين. عندنا بعد كده سيرفرات الشيرينج، ما شاء الله عندنا سيرفرين شيرينج اساسيين. عندك السيرفر الاساسي للجهاز هو الجوسات بلس فيرجن 3 على جهازنا النهاردة الكاريوكي الجولد. عندنا جوسات بلس فيرجن 3 لمدة 5 سنين 60 شهر، بدعم للترجمة الاحترافية جهاز بيدعمها، دعم الصوتيات الجوسات وصوتيات الجوسات من الصوتيات المميزة المعروفة، وتايم شيفت حتى 40 ثانية، بقى عندك تايم شيفت حتى 40 ثانية حاليا بالفعل على جهازنا ستار نت كاريوكي اس اي او ستار نت كاريوكي الجولد. الجهاز بسم الله ما شاء الله دعم طبعا لل
اوتو اوديو بلاي، وعندنا دعم طبعا تثبيت القنوات الصوتيه، والتايم شيفت عالي الاداء بالنسبه للناس اللي بتستخدم الشيرنج، وكمان يعني عليه كمان سيرفر الفونكس لمده سنه نازل مع الجهاز. بقى عندك كده عندك كوكتيل من السيرفرات، اذا كان منصات مشاهده عبر الانترنت او منصات الشير على الجهاز. جهازنا طبعا زي ما قلنا بيدعم البث الارضي الرقمي، وده مهم جدا بالنسبه لناس كتير. وكمان الجهاز عندنا 2 جيجا رام من نوع الدي دي ار 3، وكمان عندنا الفلاش روم بتاع الجهاز 16 ميجا علشان تقدر تنزل عليه حتى 20,000 قناة. جهاز ممكن تحمل عليه حتى 20,000 قناة. وكمان عندك سيرفرات ما شاء الله، كمية سيرفرات كتير قوي مع امكانيات وخواص كتير قوي. عندنا خواص زي خواص الاي كاست على الجهاز، تقدر تربط موبايلك بيه الرسيفر وتظهر محتوى الموبايل على الشاشة عن طريق الرسيفر، عن خواص خاصية الاي كاست وخاصية الدي ال ان اي او الدلنا. عندك كمان امكانيات مميزة طبعا، عندك استقبال قنوات الراديو مع التي في، موجود عندنا جميع قنوات النايل سات، القنوات الاف ام خصوصا الصوتية موجودة على الجهاز. وكمان عندك تحديثات شاملة الجهاز زي ما قلنا، ودي الميزة في أجهزة الستارنت وفي الجهاز ده بالأخص، لأن الجهاز دوت واخد دعم فني ومتدلع زي ما بيقولوا. ازاي؟ طبعا الجهاز بتاعنا ده ستار نت كاريوكي اول ما نزل كان نازل بسوفت 301، احنا دلوقتي النهارده اصبح احنا في مارس 2024 عندنا سوفت 313، يعني ما شاء الله حدث كتير كتير كتير، واصبحت تحديثاته مهمة لتثبيت اداء الجهاز وفي نفس الوقت تثبيت المنصات بتاعتنا والشير والصوتيات والترجمة. فاصبح عندك دلوقتي سوفت 313 312 313 هتلاقيهم موجودين على الاونلاين بتاع الجهاز. تقدر تحدث سوفتك بنفسك من تحديث الشبكه في الجهاز، وممكن تحدث كمان ملف القنوات. عندك 4 ملفات موجودين على الجهاز، ملفات عربي وملفات انجليزي، الشهر اللي فات والشهر اللي احنا فيه شهر رمضان خصوصا ما نازل له ملف جديد. فبالتالي في تحديثات، في نشاط بالنسبه للدعم الفني بالنسبه لجهازنا ستار نت كاريوكي، نشاط حقيقي ومحسوس. طبعا بالنسبة للجهاز ستار نت كاريوكي، المكونات بتاعت العلبة أو صندوق الجهاز هنشرحها كده في السريع. طبعا الجهاز بيجي معاه 2 ريموت، واحد بلوتوث اللي هو فيه الدايرة الزرقاء وده الأساسي والماستر بالنسبة للتشغيل، وكمان بيجي معاه ريموت عادي، والاتنين بيشتغلوا على الجهاز بدون أي وصلة ليد خارجية أو العدسة الرقمية من غيرها، لأن الجهاز نفسه فيه العدسة الرقمية مدمجة داخل الجهاز في الواجهة. فبالتالي الريموتين تقدر تشغلهم على الجهاز بصورة عادية جدا، الريموت العادي وريموت البلوتوث. الجهاز عندنا كمان كإمكانيات وكخواص هنبدأ نتكلم عنها، بس هنشرح الأول كرتونة جهازنا النهاردة إن شاء الله. طبعا دي كرتونة الجهاز، شلنا الغلاف بتاعنا وده شكل الكرتونة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله كرتونة مليانة. طبعا ده جهازنا هنشيله دلوقتي، ودي الكرتونة عندنا بيجي معاك الريموتين الأساسيين بتوعي في صندوق الجهاز أو البوكس الخاص بالجهاز. ريموتين، واحد الماستر بتاعي ده ريموت البلوتوث وده الريموت العادي، تمام. 2 ريموت بيجي لك مع الجهاز، وكمان بيجي معاك وصلة ال HDMI تقريبا متر أو 1.20 متر، الوصلة شغالة زي الفل. وكمان عندك الأدابتور بتاع الجهاز، الأدابتور بتاع الجهاز بتاعنا أدابتور 12 فولت بيوصلك مع الجهاز. القطع دي هي اللي بتوصلك مع الجهاز فقط، وبيوصلك طبعا جهازنا. طيب لو جينا اتكلمنا على الجهاز بتاعنا بقى، مش هنطول عليك يعني في عجالة كده. جهازنا النهاردة هو ستار نت كاريوكي، ده الجهاز بتاعي زي ما احنا شايفين، ودي العلامة التجارية شركة ستار نت. وكمان دايما خد بالك ان مكتوب تحت كلمة ستار نت اس كاريوكي اس اي، هو ده اصدارنا الجديد، والاصدار الذهبي معروف بالنسبة لجهاز ستار نت كاريوكي. ده شكل الجهاز. هناخد بالنا ان الفلاشة ووصلة سنسور الاي ار لو عايز تركبها او تشتري واحدة وتركبها موجودين في الجنب. عندنا هو اليو اس بي، لان دايما بنسى وانا بشرح الجهاز، دايما بنسى اقول ان فتحه اليو اس بي في الجنب. المره اللي فاتت في الشرح بتاع الجهاز الاولاني بتاع الجهاز الجولد وجهاز الاسود، الجهاز الاصدار الاول اللي كان على سوفت 301، نسيت خالص اني اتكلم عن ان الجهاز فيه فلاشه يو اس بي، لدرجه ان الناس بقوا يسالوا عنها في التعليقات مش بيسالوا عن الجهاز.
كل بيقول لك هو الجهاز جاي من غير وصل، من غير فتحة يو اس بي، طب هنحدث ازاي؟ طب هنعرض ملفات ازاي عن طريق الفلاش؟ يا جماعة انا نسيت، وجل من لا يسهو طبعا. وربنا يذكرنا جميعا، ده فتحة اليو اس بي ودي فتحة سنسور الاي ار، وكمان عندنا فتحات الجهاز زي ما احنا شايفين كده، عندنا فتحة الار اف، جاك الار اف او فتحة الار دي، دي اول حاجة. بعد كده عندك الفتحة او المدخل بتاع ال ام بي سلك الدش، عندك فتحة الكابل الايثرنت. الجهاز طبعا بيشتغل على مصدرين للانترنت، مصدرين الانترنت، مصدر الواي فاي المدمج الداخلي، الجهاز فيه واي فاي مدمج داخلي 2.4، وفي نفس الوقت فيه واي فاي سوري فيه مدخل لكابل النت، تقدر تشغل كابل النت على الجهاز مباشر. ودايما بنصح لو عندك كابل النت الدنيا قريبة وتقدر توصل كابل النت، وصل كابل النت قبل الواي فاي، تقدر توصل كابل النت، سرعة بتبقى جاية لك بصورة مستقرة وفي نفس الوقت أسرع من الواي فاي. وهنعمل فرقة حلقة سوري هنعمل حلقة ليه تشغل كابل الانترنت قبل الواي فاي، او ايه الفرق بين الاثنين وايه الافضل باذن الله. انتظروا الحلقه دي قريب جدا. ده بالنسبه للجهاز عندنا بيقبل فتحه، في فتحه كابل الانترنت او الايثرنت، وتقدر تشغل بالكابل او بالواي فاي، ده او ده كما يحلو لك. عندنا كمان فتحه الاتش دي ام اي، وعندنا فتحه التحديث وفتحه الاي في لو عايز تشغل الريسيفر بتاعنا على تلفزيون عادي، تلفزيونات 17 و16 و21 و19 بوصه، اي تلفزيون عادي فيه جاكات الوان اللي هو الاوديو والفيديو يقدر يشتغل عليها الريسيفر بصوره عاديه جدا، التلفزيونات العاديه. وعندنا بعد كده فتحه الباور ال 12 فولت بتاعتنا، ده مداخل ومخارج الجهاز. وده شكل جهازنا، جهاز ستار نت الجولد او الاس اي. طبعا في فتحات تهوية كتير من تحت بسم الله ما شاء الله، وفي من فوق فتحات بس مش واضحة او مش ظاهرة في التسجيل. ده شكل جهازنا، طبعا الجهاز شكله شيك جدا. وفي الواجهة بتاعتي كمان هنا من الجهاز عندك 3 زراير بريس موجودين، زرار الباور وزرار تقليب للشانل، عندنا القنوات تقدم متأخر، الزرار دي موجودة في الواجهة، وانا ما بستخدمهاش بسرعة يعني ما بستخدمهاش خالص، انا بستخدم الريموت دايما في اوامر الجهاز. الجهاز بسم الله ما شاء الله من الاجهزه اللي ثابته ادائها في السوق حاليا، ستار نت كاريوكي او الاس اي من افضل الاجهزه الموجوده في السوق حاليا. سعر الجهاز ده حاليا في السوق المصري حاليا 1800 جنيه، وده السعر الرسمي للجهاز. الجهاز بيوصلك معاه فيديو شرح او فيديوهات شرح لكل خصائص الجهاز، وبيوصلك كمان معاه اكواد التفعيل، كل ده بيوصلك على الواتساب مع دعم فني متواصل باذن الله. الجهاز انا بشوفه من اجهزه الصف الاول في السوق المصري حاليا، ستار نت كاريوكي اس اي. الجهاز ده يا جماعه يعتبر حوالي 3 سنين تقريبا اسم كاريوكي بدا يظهر في السوق، ومن بدايه ظهور اسم كاريوكي في السوق الجهاز بسم الله ما شاء الله اصبح يتدرج في الخواص بتاعته، في الامكانيات بتاعته، في التحديثات بتاعته. فبالتالي طلع لنا بعد الاصدار الاول اللي هو الاصدار البلاك او الاسود، ظهر لنا الاصدار الذهبي كاريوكي الذهبي. منصات مشاهده كتير جدا عبر الانترنت محدثه باستمرار، الشيرنج عليه حدث ولا حرج، منصات ممتازه جدا، صوتيات، ترجمه احترافيه، تايم شيفت كبير، كل ده موجود، تثبيت القنوات الصوتيه، وكمان بس ارضي رقمي، كل ده موجود في جهاز واحد اسمه ستار نت كاريوكي. شكرا جزيلا لحضراتكم، واسف للاطاله، ودمتم بصحه وبعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.